أهلا بكم. إذا البداية من العاصمة المؤقتة عدن، حيث قتل 4 على الأقل، بينهم مدني في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكب محافظ عدن أحمد لملس على مدخل مديرية التواهي ظهر اليوم الأحد. وأكدت مصادر محلية ليمن شباب أن من بين الضحايا في هذا الهجوم صدام حميد الخليفي قائد حراسة المحافظ وأبناء شقيق المحافظ أسامة سالم حامد لملس، فيما نجا المحافظ ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري من التفجير المفخخ. هذا وفرضت ميليشيا الانتقالي طوقا أمنيا على موقع الحادث ومنعت الدخول إلى مديرية التواهي التي وقع الهجوم على مدخلها. للحديث أكثر حول هذا التفجير ينضم معنا السيد عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الجنوبية. سيد الحسني أهلا وسهلا بك. إذن ضعنا في طبيعة هذا التفجير والضحايا الذين سقطوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا. أولا نترحم على الضحايا الذين سقطوا، نسأل الله الشفاء للجرحى. بالنسبة للحادث الذي حصل في عدن، هو يأتي ضمن سياق الفوضى المقننة والمرتبة لمدينة عدن منذ عام 2015، منذ أن وطأتها المدرعات الإماراتية، ولا زالت هذه المدينة ترزح في ظل الفوضى والانفجارات والاغتيالات والتهجير والسجون السرية، ولم يعني تهدأ ولن تهدأ ما دام يعني المخرج يريد هذا. في الآونة الأخيرة حاول الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ عدن أن يغير في المنظومة الأمنية التي لا زالت تخضع لعيدروس الزبيدي وشلال علي الشايع، ولم يتم تسليم مدير الأمن ولا محافظ عدن مدرعة إماراتية واحدة، لا زالت كل القوى والمكونات العسكرية والميليشيات تخضع لعيدروس الزبيدي وشلال علي الشايع، ولربما أوصلوا له هذه الرسالة. نعم. التي يعني قضى فيها يعني هذه الرسالة التي تفضلت بها سيد الحسني، يعني هل يعني أصابع الاتهام يعني تشار إلى عيدروس الزبيدي الآن؟ والله المنطقة المربع الذي حصل فيه الانفجار هو منطقة التواهي، هذا لا يستطيع أحد حتى النساء يقوموا بتفتيشهن. هذا المربع خاص بعيروس الزبيدي ومقر المجلس الانتقالي ومقر مكافحة الإرهاب ومقر شلال علي الشايع، وهو معروف عند أبناء عدن جميعا أنه لا يتم الدخول أو الخروج فيه إلا بتفتيش دقيق. كيف وصلت هذه السيارة المفخخة وتبعد عن النقطة الأمنية حوالي يعني 25 متر؟ هذا يعني تضع علامة استفهام عجيب. طيب الآن يعني ما يعني تبعات هذا التفجير كيف ستكون؟ والله الآن سيستمر مسلسل الاعتقالات التعسفية وتهجير أبناء محافظة تعز وأبناء محافظة إب، ويعني سلسلة الفوضى الموجودة، وسيقر عيروس الزبيدي والمجلس الانتقالي أنهم مستهدفون من الإرهاب، وستقول الإمارات أن تواجدها في المناطق هذه كلها لأجل مكافحة الإرهاب، وهذه كما قلت لك يعني اشياء يعني مدروسه ومخابراتيه الكل يعني. نعم، يعني نفهم بان يعني سيتم استغلال مثل هذه الحادثه، وبالاصل يعني تم الترتيب لمثل هذا الامر حتى يعني التبعات بمكافحه الارهاب، على فرضيه ان يعني ملاحقه هؤلاء الذين قاموا بهذا او هذا التفجير، ثم سيكون هنالك استهداف لل يعني الاشخاص الذين ذكرتهم. بالطبع هذا الذي سيحدث، لكن انا قلت لك حتى هذه اللحظه لم يتم تبني هذه العمليه من اي جهه، لا حتى هذا التنظيمات الذي يسموها ارهابي يعني تنظيم داعش او تنظيم القاعده لم يتبنى هذه العمليه، مع ان التنظيمات هذا اذا عملت اي عمليه تقوم بالتبني مباشره، فهذا قلت لك يعني يضع علامات الاستفهام والاصابع نحو هذه الميليشيات المتناحره في عدن والمختلفه على الجبايات والمختلفه على السياده والمختلفه على الاموال والمختلفه على المربعات الامنيه. وكما قلت لك يعني يحاول احمد حامد لملس ان ينظم هو مدير الامن بعض المنظومات الامنيه التي لا زالت تخضع لشلال علي الشايع وعيدروس الزبيدي. نعم. ولكن باعتقادي انه فشل وسيفشل، ولان الامارات ايضا لا تريد ذلك ولا تريد عدن ان تستقر. نعم. طيب الان من بين يعني ضحايا هذا التفجير يقال بان يعني نجل المحافظ احمد لملس، برايك هل سيسكت الرجل على مثل هذا الاستهداف وهو يعلم جيدا يعني طبيعه الوضع الامني ومن يستطيع ان ينفذ مثل هذه الجريمه؟ وما الذي يملك احمد حامد لملس يا اخي الكريم؟ احمد حامد لملس لا يملك اي شيء في عدن، لا يملك حتى يعني حراسته الشخصيه يستلم رواتبها من عيدروس الزبيدي يا اخي الكريم. ما استهدافه السؤال الان؟ لماذا تم استهدافه اذا كان لا يملك شيء؟ هو
ويملك الشرعية التي من خلالها يستطيع أن يغير بعض الأشياء، لكن من ناحية القوى الموجودة على الأرض والمال والسلاح ولا لا يملك أي شيء. نعم، كل شكر. فقط يملك الصفة الشرعية فقط. نعم، كل شكر لك القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني.